السلام عليكم. هذه واحد الفيرما اللي كتكون من قطعة أرضية فيها 5 هكتار محفظة يعني تيتخي، وفيها واحد دار اللي فيها 160 متر كاري، إضافة إلى 700 شجرة ديال الزيتون فيها، وفيها شجرة حتى ديال الليمون، وفيها أيضا واحد السهريج ديال الماء اللي فيه المساحة ديالو 400 متر، 5 متر ديال الغرق جاي كاري. إذا كنتم مهتمين بهذه الفيرما هذه، ما عليكم إلا تصلوا بنا بهذه الأرقام اللي كاينين في الشاشة، احنا راهن الإشارات ديالكم إن شاء الله.